المسافات الطويلة، مسافة التحدي والإثارة. نذكر الجميع مع البداية الأولى هنا بانطلاقة المساء، أيضا هجن أصحاب السمو الشيوخ التي ستعلن تواجدها أيضا في أمسية هذا المساء مع 8 كيلومترات وسن الثنايا الساعة 2:30 بإذنه تعالى. انطلاق المساء وتحدي المساء واندفاع المساء، نسير هنا مع البداية الأولى مع أول تحدي وأول إثارة وأول منافسة في هذا الصباح الجميل. نحمل الاندفاع الأول الإشراق و8 كيلومترات، أكيد تؤكد يوما بعد يوم أنها هي المسافة التي يعشقها المحبين للمسافات الطويلة. نذهب مع المقدمة لنتابع أيضا الإبكار المهجنات التي انطلقت في لحظاتها الأولى. شوف الهدوء الذي تفكر فيه الهجن ويفكر فيه المضمرين والمدربين وكل من يتابع، يفكر ايضا في 8 كيلو اكيد بدون حساب. نذهب للصدارة وهنا بونواس منطلق مع الضبي عبد الله بن علي. بونواس على البداية الاولى والتحدي الاول، الدوحة على المركز الثاني، عبيد بن يمع بن عبيد بالدبيلة، وهني على المركز الثالث، عودة الى السبعة في المركز الثالث، محمد بن طحنون بن مهيره المري اللي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع بن سليم. يا سلام مقتحن، يرفع الضغط. اقولكم الان 1200، يا سلام الطيارة على المركز الاول، البداية الاولى، الانطلاق الاول، النهاية التي تحمل هذه اللحظات. الطيارة مهدي الاعصاب، الطيارة خليف راشد بن سرداح على المركز الاول، هناك على المركز الثاني ظبي ايضا في تحدي وانطلاق، وما شاء الله بدا الجد العنود، اربشت الموقف العنود، حركت الموقف العنود. مبارك بن زيد الشمري بدا هنا، وشوف المنظر، الطيارة والظبي وهناك العنود، ثلاثية الانطلاق الاول 800 متر. حرك اللي بتحرك، اقول المسافة، المنصة واضحة، الانطلاقات واضحة، الهدوء والطيارة في الصمود. الطيارة خليفة راشد بن سرداح على المركز الاول، وهناك العنود بدأت بضغط عناد في تحدي هذه اللحظات. مبارك بن زيد الشمري على المركز الثاني والمركز الثالث، لا تزال الظبي عبد الله بن علي بنواس في المركز الثالث، تحدي وإثارة والانطلاقة الأولى، تنافست هناك، انطلقت، سارت العنود. أتوقع أن الشعار الأخضر بدأ يتفوق مع هذه اللحظة الجميلة. الله، العنود. مبارك بن زيد الشمري أطلق العنود من بداية هذا الشوط، وركز على التركيز العالي. تبقى الطيارة في المركز الثاني، هنا السيد خليفة راشد بن سرداح في هذه المنافسة القادمة والتحدي المعلن لهذه الانطلاقة. خلاص النهاية، أم العنود أم الطيارة لها دور؟ العنود أم الطيارة؟ الطيارة والعنود، الفرصة متاحة للتحدي والانطلاق واللحظات الحاسمة تفصل لحظاتنا القادمة. الطيارة مع بن سرداح، وهنا العنود، الطيارة اللحظة الأخيرة، وخلاص سلام يا المملكة سلام. تهانينا للسيد مبارك بن زيد الشمري مع العنود على المركز الأول. المركز الثاني الطيارة خليفة راشد بن سرداح، في المركز الثاني والمركز الثالث المينوني للسيد حمد بن سليم الاشتبي، والمركز الرابع ظبي عبد الله بن علي بن واس، والمركز الخامس غيارة هناك عبيد وسلطان بن مرخان. عودة إذا للقمة، عودة للبداية، عودة للإثارة، وأنا أشوف اللحظة الأخيرة اللي كانت فاصلة نوعا ما. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا أيضا اللحظة القادمة التي تحمل هذه الانطلاقة. إذا تهنئتنا والناموس سيد مبارك بن زيد الشمري، 13 دقيقة 17 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية، تحية للمملكة في هذا الصباح. المركز الثاني يذهب إلى الطيارة، شكرا خليفة راشد بن سرداح، ما قصر الطيارة، 13 دقيقة 17 ثانية 4 من الأجزاء من الثواني. والمركز الثالث أيضا كانت هناك التحديات والانطلاقات قادمة من المينونة، أيضا شكرا شعار المدام أيضا حمد بن سليم الاشتبي الذي أطلق أيضا المينونة في المركز الثالث بتوقيت أيضا متميز، حمل البداية وحمل الإثارة، 13 دقيقة 25 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.